تيجي عليا مش كل مره تقول هعوضها لك. حضرتك جزار؟ اه ان شاء الله. طبعا ده المسن. يعني والحته دي اسمها ايه؟ سكينه بس. انت كزلك خنصر. ده الخنصر كزلك تشفي. ايوه، امال الخنصر حاجه تانية؟ لو انت عايز عدة اجيب لك عدة على نجيلك عدة. سوق الأبقار والجاموس لأبو الشقوق، بالطبع هذه مستلزمات الوزارة. يعني دي اسمها ايه يا فندم؟ دي شنكة. شنكة بقى كل حاجات الجزارة. بس ده شنكة الحداد وده شنكة بقى. ده ستانلس وده حداد. ده شنكة ستانلس وده شنكة الحداد. وده المسن. دي كلها عدة الجزارة. استني، لا يا عم حد من النبي عشان جوزي مش هيطلبني. انت تسأل ليه يا اخو؟ عندك كل صباح وعندك كل مساء. الله يعزك. نحن نوصل. رايح يا عم عبد الله عشان شوف الأبقار والجاموس. انا ظلمك يا عم عبد الله؟ انا ظلمك؟ لا. وبقول لي كتير. لا والله يا عم عبد الله. يا ابني يا عم عبد الله. تقول تمن المستحات بس خلي بالك. يعني ده اسمه ايه يا فندم؟ اسمه ايه القطعه اسمها ايه؟ سكينه برازيلي. ودي حضرتك وده اسمها ايه؟ تعالى خدك سكينه. ماشي حط دي بقى. ايه بس كده يا ماشي؟ دي انت قلت لي اسمها ايه يا فندم؟ نعم شاطور. يعني دي الشاطور برضو حاجات مستورده كلها. يبقى ما زلنا نتحدث عن ادوات الجزاره او الادوات التي يستخدمها الجزار. ودي ايه يا فندم؟ سكينه. برضو سكينه اسمها سكينه بس كده؟ سكينه الماني. يعني بسم الله ما شاء الله وكل حاجه عندكم. وده شاطور طبعا اللي هو ده برضو مستورد. عن ادوات الجزاره نحن نوثقها. وده المسن برضو انواع مختلفة من المسن. اذا للجزار او لمن يريد معدات للجزارة هنا متوفرة. ما زلنا نوثق حركة البيع والشراء في سوق ابو الشقوق للاغنام والماعز والابقار. قد يكون هذه هي النهاية أو الكل جبر كما يقال. عن أدوات الجزارة وعن سوق أبو الشقوق للأبقار والجاموس هذا ما لدينا. نشكركم ونشكر حسن المتابعة. وإن أعجبكم الفيديو الراجل إشراف في القناة لدعمنا والكنسة.